هدف رئيسي اللي هو تشجيع الدول القنية للاستثمار في الدول العربية النامية. الاستثمار في الدول العربية النامية في أي قطاع؟ في قطاع لتخدم المشاريع الصغيرة المتوسطة، مش روح يستثمر في النفط وفي البنية التحتية ويترك الشباب دول. ما المشكلة حتى الاستثمار قاعد تجي قطر، ما يروحون نحطها في قطر البترول واستثمارات. إذا شو استفاد الشباب من حجم الاستثمار الأجنبي؟ ولا شيء، زيرو. لو حسبناها كلها مشاريع ضخمة ومشاريع كبيرة، أو يروحون مع رجال الأعمال الكبار اللي مش محتاجين أصلا استثمارات. فإحنا بنحاول نوجه رأس المال إنه يستثمر في مشاريع الصغيرة المتوسطة. لأن الآن مثلا إذا لقيت شاب مثلا لبناني عنده مثلا شغل جيد مثلا في الدعاية والإعلان، ممكن أنا كشاب قطري أتعاون معه وأكون شركة وما نحتاج رأس مال، ممكن كخدمات تبتدي فيها. يعني أحب أقول لك شيء، أنا بديت يعني من سنين بديت 200,000 ريال. اليوم يعني محتوى شركاتي فوق 500,000. يعني بداية بسيطة وبعدين الحمد لله. ولكن الحمد لله. الدراسة يعني هي الدراسة هي الدراسة وبداية المراحل step by step. أنا مع المرحلية، ضد إن أنا لازم كل شيء يكون جاهز اليوم ولا ما أشتغل. لا، أشتغل اليوم باللي عندي وأطور نفسي وأصبر شوي. يعني إحنا أنا صبرت 20 سنة في التجارة لما وصلنا لمرحلة وتعرض للذي وربحنا وخسرنا وحاربونا ودخلنا معاك. بس شوف، اللي مدام عندك إرادة راح تصل، وهذا شيء. وغير كذا الحمد لله، يعني احنا اشتغلنا في ظروف اصعب من اللي موجوده الوقت الراهن. الاول كان حتى يعيبون عليك تشتغل في التجاره، انه عيب انك انت تشتغل، انت ولد عرب تشتغل في التجاره، انه عيب يعني. وكانوا حتى كثير من العائله كانوا ينتقدون اشتغل في التجاره، لكن الصبر والمواصله وانا احب التجاره مش للفلوس، انا احب التجاره هوايتي. يعني التجاره هوايه جميله هوايه الحمد لله. انا قلت من البدايه يعني نفتخر بوجود شخص مثل حضرتك بسن صغير، ولكن ما شاء الله يعني مكون قاعده فيها دراسه وفيها ترتيب بشكل كبير. احنا نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى لهذا المؤتمر كل التوفيق، اللي يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله لهذا المؤتمر يوم الاحد ان شاء الله. انا ادعو صراحه على عجاله يوم الاحد الساعه كم؟ الساعة 9 صباحا للساعة 2. أنا أدعو كل الشباب أن يحضرون الافتتاح ويحضرون المؤتمر، والدعوة مفتوحة للشباب، وأهلا وسهلا فيكم. يوسف بن أحمد الكواري، رئيس التنفيذي لمجلس ترويج قطر ومنظم لهذا المؤتمر، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى. أسعدنا من خلال وجودك معنا بالاستوديو على الهواء، شكرا. وبهذا اللقاء أكيد ننهي طبعا حلقتنا المسائية لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا بحلقة جديدة. مع السلامة.